الشهداء صلوات الله عليهم. في زيارة عاشوراء كم مرة نذكر اسم الإمام صاحب الأمر؟ نخاطبه ونخاطب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، نزوره نقول: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. نخاطبه بهذه الكلمات التي وردت عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه في زيارته في يوم النصف من شعبان. نخاطبه نقول: الحمد لله العلي العظيم، والسلام عليك أيها العبد الصالح الزكي، أودعك شهادة مني لك تقربني إليك في يوم شفاعتك. أشهد أنك قتلت، أشهد أنك قتلت ولم تمت، بل برجاء حياتك حيت قلوب شيعتك، وبضياء نورك اهتدى الطالبون إليك. وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا، وأنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدا. وأشهد أن هذه التربة تربتك، وهذا الحرم حرمك، وهذا المصرع مصرع بدنك. لا ذليل والله معزك، ولا مغلوب والله ناصرك. هذه شهادة لي عندك إلى يوم قبض روحي بحضرتك. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. ثانيا، في يوم مولد صاحب الأمر أرواحنا فداه، وفي كل الأيام لا ننسى امتثال أمر الإمام أرواحنا فداه. في أجوبته مسائل إسحاق بن يعقوب، حيث يقول أرواحنا فداه في تلك الرسالة في أجوبة تلك المسائل: وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج. نحن ندعو أن يعجل الله عز وجل فرج الإمام لنا، لا، قلت صبرنا لا شيء، مصائبنا لا شيء بالنسبة إلى الإمام، إلى مصائب الإمام، إلى آلام قلب الإمام. الإنسان يدعو الله عز وجل لتعجيل فرج الإمام، يدعو الله سبحانه وتعالى لإنهاء تلك الحرق الموجودة في قلوب أهل البيت منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله. انظروا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كيف كانوا يبكون شوقا للإمام، أهل البيت قبل أن يولد الإمام أرواحنا فداه، بكاء الثكلى. أنا لا أقول في الرواية الشريفة هذا وارد، كانوا يبكون شوقا لحفيدهم بكاء الثكلى. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يشفي ذلك الألم في قلوب أهل البيت. ندعو الله سبحانه وتعالى نترك حوائجنا، نحن نريد حوائج من الله سبحانه وتعالى دنيوية أخروية، نوسط الإمام أرواحنا فداه في حوائجنا، ولكن الدعاء لتعجيل الفرج هذا مقدم على أدعيتنا. ندعو الله بتعجيل الفرج، ثم ندعو لأنفسنا في كل الأدعية بعد كل صلاة. نقول: إلهنا، بحق رسول الله، بحق أهل البيت،
بآلام قلوبهم بمكانتهم عندك. اللهم بحق محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. ثالثا وأخيرا، على الأقل في يوم مولده الشريف لا ننسى أمه العظيمة السيدة نرجس سلام الله عليها، هذه العظيمة على الأقل في هذا اليوم، هذه التي قدمت هذه الدرة، هذه المنة من الله عز وجل على الخلق، لا ننساها. وإذا كانت لنا حوائج نشفعها عند الله عز وجل في حوائجنا،